هدفين لهدف بالنتيجة دي انتهى اللقاء اللي جمع النهاردة فريق سموحة بفريق انبي الفريق البترولي. كابتن تامر خليني أسألك عن سبب تفوق النهاردة كابتن أحمد سامي على كابتن تامر مصطفى على غير طبعا المتوقع. يمكن احنا لو بصينا لنتائج فريق سموحة في المباريات اللي فاتت بقاله 5 مباريات ما قدرش ان هو يدوق طعم الفوز. لا فوز مهم لسموحه جدا، والكابتن احمد سامي ان انت تنهي الموسم فاضل له مباراه تانية لسه مع المصري، ولكن انت تنهي في اخر ماتشات، لان كان هيبقى قلت لك سموحه على طول بيبقوا من العشرة او التسع فرق اللي في مقدمه الجدول. اعتقد فوزه النهارده وصله 39 نقطه، لو قدر يكسب المصري ممكن يبقى 7 و8، فيبقى على الاقل حقق المراكز اللي هو كان متوقع منه من بدايه الدوري. مباراه انا شايفها مباراة جيدة بس مش ممتعة من ناحية الفرص، يعني احنا الشوط الأولاني 3 فرص ب3 أهداف، الشوط الثاني ما فيش أعتقد إلا فرصتين، فرصة أحمد أمين أوفا وفي فرصة أعتقد لسموحة، فكعدد فرص ما استبعدناش قوي، ولكن شفنا روح كبيرة جدا من فريق سموحة، واضح زي ما بقول لك إن هم عايزين يحسنوا شكلهم ومنظرهم في آخر الدوري. إم بي من اقل مبارياته في ال6 مباريات الاخيره، اقل مباراه ليه دفاعيا بالاخص دفاعيا، يعني دفاعيا على طول كانوا بيظهروا بصوره جيده متماسكين ما فيش فرص كتير. النهارده حسينا ان الدفاع رغم ان هو بيلعب بطريقه 3 4 3 ولكن حسينا ان الدفاع مفتوح وسهل اختراقه، فاعتقد لا ان سموحه النهارده كان هو اللي عنده الرغبه الاكبر للفوز،